lost three brave souls in an attack on one of our bases. Yes. And I ask you for a moment of silence for all three of those fallen soldiers. Jesus. And we shall respond. God bless you all. Thank you for allowing me to be here. Thank you all so very, very much. وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند لمبيضين إن الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية قرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن. وأوضح لمبيضين أن الهجوم استهدف قاعدة التنف في سوريا. وللمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند لمبيضين. أهلا بك دكتور. يعني بداية ضعنا في صورة الأحداث التي وقعت بالقرب من الحدود السورية، تفضل. الأبيض عن توجيه ضربات إلى قاعدة التنف، وأصدر هذه الضربات للميليشيات الإرهابية لإصابة ومقتل 3 جنود أمريكان وإصابة عدد من الجنود، وهذا خارج حدود الأراضي الأردنية، الأراضي المملكة الأردنية الهاشمية. نعم. إذا الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند لمبيضين، شكرا جزيلا لك.